بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة الفيوضات الربانية في الصفات والشمائل المحمدية، نظم فضيلة شيخنا الدكتور قاسم النعيمي. قال الناظم حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. خصال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سائلا عن الخصال العشرة للمصطفى في الكتب منتشرة، أولها الولادة بالفطرة، مختون لا يحتاج تلك السنة، ثانيه ما لم يحتدم في عمره، كما يرى الرجل مع أهله يغلب نور الشمس نوره، إذا مشى فلا ترى ظلاله، الأرض ما يخرج منه تبتلع، رائحة زكية منه تدع، ذبابة عليه لا تنزل، قطعا ولا من الطعام تأكل، لا يشبه الرجال أبدا حاله، وما مشى جنبه إلا طاله، يرى السكون الحركة من خلفه، كما ترى عينه من أمامه، قد أخذ الله الميثاق لهم أن يتبعوا محمدا من بعدهم، حفظ الله بما قد حملت، آمنة بما السماء أرسلت، أحل ما لغيره قد حرما غنائما، والأرض حلت مسجدا، بعثته الخلائق أجمعهم، إنس وجن هو ذا شفيعهم، وأوتي النبي جوامع الكرم، بيده اللواء حقا متسم، وخص بالكوثر ذاك حوضه، تنشق أرض الله أولا له. ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم: لبس الحرير والتختم بالذهب، نشأته بالفطرة ذا ما وهب، ويكره جر الإزار من بشر، من كونه معلما إلى البشر، ويكره تغيير ذا شيبته، بصفرة أو حمرة ذا طبعه، ويكره العزل عن زوجه، من حيث فقد الرغبة مع حنانه، ويكره الرقى كذا تعويذه، بغير ذي المنزل دستورة، ويكره أن يفسد الصبي، بالحمل مع رضاعة الصبي، ويكره حملة ماء مخرز، واجهة الدار بنعل للحرز، تبرج زينة لا محلها إلا مع الزوج فذا يحلو لها، ويكره النرد وكل ما لها، له العباد حيث لم يخلق لها. خلق النبي صلى الله عليه وسلم: نبينا ليس طويلا بائنا، موصوف بالربعة لا مشذبا، وأبيض مشرب بحمرة، بياضه صقر صفي لا بصفرة، لا أدم له بالجعد القطط، ولا التوى في شعره ولا سبط، إذا مشى ينحط من صبب، مشيته تكفؤا بلا ريب، بعث عند عمر 40، قام بكل 10 سنين، قد شهد الصديق والعلا بأن خلقه به يقتدى، يجدد العبادة ذا معه في اليوم 5 مرات له، برهان ذا النبوة قرآنه، معجزة قطعية تشهد له، في كل ذا فالله قد صدقه، لسان حال فيجب تصديقه، أولها كانشقاق القمر، أصابع تنبع ماء طهر، ويشبع الكثير من طعامه، تكلم الجماد في حضرته، كذلك الضب مع الغزالة، قد طلب الصياد من كفالتي. إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات: إخباره عن حجر رمي، 70 خريفا في النار هوي، وقية من الطعام أشبعت، من الصحابة 200 حدثت، حادثة تحققت يقينا، ووثقت بالعلم مذ سنينا، الحسن هذا ابني سيدا، قد يصلح الناس به غدا، وبعد 40 عاما التقى جيشان للمسلمين اصطلحا، أنت تقاتل الناكثين والقاسطين الخارجين المارقين، ويا زبير لا تقاتلنه، وبالقتال أنت ظالم له، واحدة تقاتل عليا، والحوأب تنبح ذا جليا، وابن ملجم كذا يقتله، بخنجر تبتل منه لحيته، ويقتل ابن الثدية فيها هنا، علامة له تشبه للنساء، وأهل بيتي يقتلونا في صف كربلاء أجمعينا، تشريد قتل سيكون من بعدنا، لآل بيتي للذي يبغضنا، قالوا عليا أولى بالخلافة،
لكن ربنا فلا إرادتي. وحدثت بعد أعاصير الفتن، كان علي بلسما تلك المحن، والفتنة في زمن الصحابة قد أنذرت إسلامهم بالفرقة، فأنذرت للذود عن حياضهم، وجمع للشمل حفظ أيمانهم، فألجأت كثيرهم للهجرة، وبث للتسامح والدعوة، أخبرهم أن يظهر الأئمة ويغلب عدوه وفتح مكة، أخبرهم أن يقتدوا بالخلفاء الراشدين بعده النجبا، أخبرهم بأنهم يعمرا من بعدهم يعطوا الخلافة حقها، والأمة سيبلغ ذا ملكها مشارق غالب مبلغها، أخبرهم عن مصرع الكفار من أهل بدر رؤية المختار، معركة مؤتة الريادة والشهداء الثلاثة القيادة، الخلافة الراشدة ثلاثون ثم إلى ملوك عابثين، ويثبت رواية صحيحة بقتل ذي الأنوار الفريحة، ويشرب دم النبي تبركا ابن الزبير للمصائب هدفا، فأعلن في مكة الخلافة واستشهد الزبير تلك الواقعة، أخبر عن ظلم حكمهم بني أمية وقد نصحهم أن بني العباس يملكوا من بعد ظلم قبلهم ويهلكوا، وأخبر بأن ويل للعرب من شر جنكيز إذا اقترب، قال لابن وقاص لعلك تخلف حتى ينتفع بك، وتفتح البلاد عنوة بلاد فارس بقوة، وتدخل بفضلك الأقوام والملل في حوزة الإسلام. ثبت نعيه لمالك الحبشة في السنة السابعة للهجرة ضربا برجله على الجبل، مخبر بالشهادة فعلا حصل، ومثل ذاك لا يكون إلا إلى نبي مرسل ويوحى، وأخبر الزهراء فاطمة أول من يلحق بي قاطبة، سيطرد ثم يعيش أوحدا من المدينة طريدا أبدا، أم حرام طلبت يدعو لها ركوب بحر ويكون حتفها، وقال في ثقيف كذاب أشر، وظهر الحجاج ذو قتل غلير، نعم الأمير ذاك أميرها، محمد الفاتح ذا حقا لها، لو كان ذاك عاليا لناله، أبو حنيفة حقا من رجاله، وعالم نحرير ذاك سيدا، طباق أرض الله علما يملأ، تفترق الأمة إلا الناجية، 72 جماعة هالكة، قدرية تلك مجوس أمتي، وكل من على الشاكلة، وتهلك تلفئ الناصبة، وأخرى تهلك فرط المحبة، وحب أهل البيت واجب على لكل مسلم من حب المصطفى، حب علي لا يجب بغض إلى بغض الصحابة الكرام الفضلاء، وتفتح حصون خيبرا على يد الصحابي حيدرا، أخبرهم بالحرب في صفينا، وعمار يقتله الباغينا، ولا تقوم الساعة حتى تقتتل الفئتان دينهم واحد فقل، قال النبي الفتن لا تظهر، ما زال في الوجود حيا عمر، عهد عمر دولة كسرى سقطت، ألبس ماذا الوعود نطقت، أسلم فيروز بما ذاك حصل، إن ابن كسرى سلط على القتل، أخبرهم عن حاطب بن بلتعة رسالة إلى قريش أرسله، أخبرهم عتبة سبع يأكله وفي طريق اليمن قد فجعه، أخبر بالمال الذي قد ضمه العم عباس لدى زوجته، أخبر بالسحر الذي قد دسه لبيد بن الأعصم في مشطه، جاء عمير قاصدا لقتله وبيتا وصفوان ذا شرطه، أخبر خالدا عن أكيدرا بأسره وهو يصيد البقرة، والأرض تأكل ذا الصحيفة، تظاهرت قريش بالقطيعة، وظهر الطاعون عند الفتح بأولي قبلة وأسدى النصح، أخبرهم تكوين بصرة العراق، تجبى الخزائن إلى العراق، أخبرهم أن هلاك الأمة على يد أغيلمة ذو سوءة، أخبرهم كذلك عن موته مخيرا دنياه أو آخرته، أخبرهم على وقوع ردة أماكنه عديدة كاليمامة، تسبقه ذراعه للجنة، فأصبحت في المعركة شهيدتي،
أم سليم بعثت إلى النبي تمر وسمن وله القوم دعي نبينا عليه اليد قد وضع فأكل القوم جميعا وشبع أبو أيوب للنبي قد صنعا طعام اثنين والقوم دعا فأكل القوم حتى شبعوا فبايعوا نبينا وأسلموا. حديث ابن الأكوع ثم عمر عما أصاب في المغازي من ضرر. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر جمعنا أكلنا من صاع في سفر بغزوة الخندق كنا في عوز طعامنا صاعا وأنثى من معز ومن قليل للشعير أكلوا نحو ثمانين وحتى شبعوا ورجلا أتى النبي يستطعمه شطر وشق من شعير أطعمه فما تزال فيه صارت بركة يأكل منه ضيفه وامرأته. وجاء ابن جندب بقصعتي تعاقبوا أكلا لذي البركة وبركة التكثير في الطعام قد وردت عن تلكم العظام قد جمع النبي أهل الصفة فأكل الجميع ذا من قصعتي عددهم يقرب من المئة فأكلوا الشبع لتلك القصعة وجمع النبي آل المطلب على حليب في إناء من خشب. ويأمر النبي سيدنا عمر تجهيز 400 من التمر بغزوة أصابه مخمصة بمزود التمر تنزل بركة الجوع قد أصاب صديق النبي فشربوا اللبن والكل روي قد نبع الماء الطهور من يده توضأوا من نبع ذا أصابعه صحابة عددهم يربو على 1000 وقد من جفنة توضأ في غزوة قد غار بئر ماؤها من ريقه مج فار ماؤها. وقصة قتادة في مؤته شرب كل القوم من مضيئته وقصة العطش الذي أصابهم وبدعاء النبي كان سقيهم وعطش أصاب جيش العسرة وبالدعاء المطر كالقربة. والعم يوما كان ذا رديفه وضرب الأرض وتم سقيه. وقصة الغيمة التي سقت بعض المغازي الناس فيها عطشت واستسقى النبي على المنبر وينزل فضل الدعاء المطر ثم امتثال الشجر لأمره وفوران الماء من أصبعه. وآمرا شجرة قال لها لبي فلبت عادت إلى مكانها شجرة تشهد بالنبوة عند النبي تخد السمرة. وسلمت شجرة على النبي وآمن الأعراب فيما قد رؤي نادى على الشجر يقضي حاجته فالتأمت عليه كي تستره. روى أسامة خادم النبي نخل حجارة بأمره اقتلي. رواه ما جمع من الصحابة جابر غيلان وابن مرة. وسدرة في غزوة اعترضت كان النبي وسنا فانفجرت واستأذنت سدرة ذا من ربنا بأن تسلم على نبينا. وأعلمت شجرة نبينا عند مجيء الجن حتى يسلما وطلب الجن على من يشهدوا فقعقعت شجرة كي تشهدوا. والجن معجزة كفتهم ألا يتعظ الإنسان بهم ويشهد عدق على النبوة حين النبي دعاه للشهادة. والشجر يعرف قدر ذا النبي ما بال قلوب خريبة لا تقتفي. والجذع قد حن على تلف الفرقة عند جموع المسجد الغفيرة وقد بكى الناس على بكائه وضمه النبي من حنينه. فالمسلم أحق من ذاك الخشب ما خصنا من دينه وما وهبي. والمعجزات ظهرت قسمان هدي منافق إلى الإيمان يسمع تسبيح الطعام والحجر في كفه المبارك وأبي بكر. ولا يمر جبل ولا شجر إلا يسلم سلام المستقر. وأحد يرتجف من فرحه مهابة كذاك أو مسرته. وجبل الثبير حين يعتذر أن ينزل النبي كي لا ينتظر ويفهم أن الجبال خلقت منقادة لله حيث خلقت إشارة من يده على الصنم يخر مغشيا عليه كالعدم. وقصة الراهب المشهورة بأنه المرسل للمعمورة وما رميت إذ رميت يا نبي بحفنة من التراب يكتفي. وشاهت الوجوه ثم انكفأت بقبضة في غزوة قد هزمت حادثة تفوق طاقة البشر
ثم بها يعتبر من اعتبر. وزينب بنت حرث سممت لحما إلى النبي قد هدت، فأخبرته اللحمة بأنها مسمومة فلا يجوز أكلها. وعرجون قتادة المضيئة في ليلة ممطرة مظلمة، وسيف عكاشة الذي قاتل به وأصله من خشب في يده، عين قتادة حين قلعت بكفه الشريف قد شفيت، في خيبر شكى على عينه بصق بها وبإبهام نقلعه، ورد عين بعد أن دا عميت بعد صلاة ودعاء شفيت، ويد ابن عفراء حين قطعت فيبصق النبي قد التصقت، بضربة خبيب مال شقه بنفثة النبي ذا فرده، بغزوة الخندق حيث انكسرت، وساق علي بن الحكم فبرئت، وستة من الأطفال أكرموا من معجزات المصطفى تكرموا، كالصيدلية يده المباركة والنفث والبساق ذا مجربة، للسقية يجاب إن دعا قبل نزول الوحي ذاك قد جرى، ثم دعا الله بأن يعزهم بعمه أو عمر يتحفهم، كذا دعا لابن عباس بأن بالفقه حتى ترجمان سميا، كذا دعا لأنس بالبركة بالمال والأولاد حتى التركة، حوادث الدعاء ذاك كلها بالبركة لا ريب في رواتها، أبو هريرة الحديث ينسى بغرفة منه فما بعد نسى، دعا على تمزيق ملكهم عباد ذا النار فقد مزقهم، واجتمعت قريش للمؤامرة وأن تسيء للنبي المعاملة، دعاؤه على قبيلة مضر فأقحطوا عند قريش اشتهر، دعا على عتبة بن أبي لهب مزقه الأسد من بين العرب، دعا على قاتل بن الأطبط يا أرضنا بن جثامة ألفظي، مياه مرة تكون عذبة تفوح منها أزكى رائحة، وبئر أنس حين دعا لها فعذبت حسنا كذاك ماؤها، وبارك الله كذا بشاتها لأم معبد حين دعا لها فشرب منها مع أبي بكر، وكل موجود كذا من الشكر، ويسلم بن مسعود الذي بسبب البركة من يد النبي، وغنم حليمة السعدية مرضعة نبينا المهدية، والعنكبوت عشعش باض الحمام لفم غار المصطفى ذاك الهمام، وقصة الذئب الذي رعى الغنم أجاب راعيها فصيح من كرم، وكلم الراعي بأفصح الكلام ببعثة الرسول للإسلام، ناقته العضباء قد امتنعت أكلا وشربا حتى أن توفيت، كلام ضب وكذا الغزالة مؤيدين صاحب الرسالة، وجمل لجابر أعياه السفر بنخسة من النبي قام استقر، ثم الذي طرحت في الوادي بنت فلبت لنداء الهادي، عمياء قد فقدت وحيدها وعاد بعد الموت بدعائها، واعترف الأموات برسالته وأخبروا استشهاد صحابته، كثير ما يرون الملائكة بصورة الرجال مثل دحية، دليله بأن ذا الملائكة تسبح لنور تي نبوته، وابن مسعود يرى بعينه لقاء وفد الجن مع نبيه، أقل من ذاك فإن الأولياء قد التقوا بالجن صدقا لا مراء، عصمته معجزة في باهرة حقيقة جلية وظاهرة، ابن المغيرة أتى ليقتله فطمس الله عليه بصره، والمرأة حمالة ذا الحطب ثبت يداها امرأة أبي لهب، وتلك القصص مشهورة في كتب السنة المعمورة. الإرهاصات قبل النبوة، ما أخبرت توراتهم إنجيل، زبورهم ذا الصحف تنزيل، ظهور أنوار النبوة تنسخ الأديان في المعمورة، تلك الكتب تصدق شمائله، أوصافه تصدق ما أبلغه، أحبار اليهود والقساوسة لم يظهروا خلاف ما قد أظهره، وهاجر اليهود مع أحبارهم وآثروا الخراب في ديارهم، وآمنوا وألزموا ذا الحجة يهود مع نصارى بالرسالة، ونسطور وملك الحبشة لما رأوا أوصافه البينة، وسلمان فارس وضغاطرا، وآمن الحارث وابن شمرا، وكل إنجيل مع توراتهم تشهد أن القادم سيدهم
قد وجدوا الأوصاف في الإنجيل. بشرنا النبي بن البتول وبشر الكهان بالنبوة، كما الهواتف بلا شخصية والأصنام والذبائح تخبر. خط على الأحجار قد وجدوا، والنور الذي عند الولادة تشهد له النساء تلك الليلة. بحيرة ساوت غيضت، ونار المجوس خمدت. وقصة أبرهة ملك الحبشة عندما أراد هدم مكة، طير الأبابيل رمتهم، حجارة سجيل قد هزمتهم. وظل له الغمام عند السفر، شبابه مقتبل للعمر. الخاتمة: الحمد لله الذي شرفنا إكمال معجزات عن نبينا، قد بلغت أبياتها كرب جلا بفضل معجزات ذاك الأنورا. دعائي بالمغفرة لمن ملا حافظها يعمل